السلام عليكم من جديد. يعني احنا ما تلوموناش، الانترنت دائما صرفنا نفس المشكل. الانترنت في الجزائر يعني الاشغال كلها تروح لك، يعني ما عندنا ما نديرو. يعني الاشخاص اللي كانوا معي ننتظروا الاشخاص ينضموا في هذا اللايف، يعني بمناسبة الاحتفال، يعني حتى الاحتفال ويخربوا عليك الانترنت في الجزائر. يا سبحان الله. معلش معلش، كما كنت نتحدث، احنا اليوم نحتفلوا بهذا اليوم الرائع هذا. ما راحش الانترنت ما راحش خرب علينا هذا الاحتفال. نعم نعم نعم، مرحبا قائد مولود، مرحبا مرحبا بالاكزيكتيف دايركتور، ان شاء الله دايركتور. والله هي غير تمنيتها لك كابتن، كنت في اللايف الان. والانترنت الانترنت اللي انقطع والله غالب. كانت معي القاعده سعاد كذلك والكابتن اسماعيل. يعني مرحبا بك كابتن مولود معي. كل شيء مبارك. يعني هذه اللايف عملته يعني خصوصا لكم، يعني نحتفل بالقادة نتاعي الرائعين اللي نشكركم من هذا المنبر. يعني كل الدعم اللي تقدموه لنا قليل، الشكر فيكم. يعني الحمد لله اننا في هذا الفارق الرائع، وكذلك الاحتفال بمليون بمليون. نعم مشكور مشكور انت كابتن. يعني الحمد لله انك في فريقي، انك في خط دعمي، انت والقاعده سعاد. انا قبل في اللايف لحقت حتى القاعده ولاء، نشكر فيها يعني من هذا المنبر، ومبارك لها الرتبه. يعني الرتبه رائعه، دخلت في البريزيدنسل في الرئاسي الان، يعني تستاهل كل خير. يعني هي قائدة بأتم معنى الكلمة، يعني تساعد الفريق نتاعها في كل الظروف. يعني حتى لو أن عندها يعني فريق ضخم. كابتن مولود تقدر تنضم معي، اضغط فقط على الزايد اللي في الكاميرا هذه، كون ضم معي إذا كان حبيت. مرحبا بك في اللايف، حتى نكرموك حتى نشكروك على هذه الرتبة الرائعة. يعني قائدة ولاء، يعني نشكروها من هنا ونباركوا لها كذلك. رتبة رائعة، رتبة السابعة في المشروع، ماشي بالسهل باش توصل لهذيك الرتبة. ولكن هنا يبين لك انه نظام الاحتراف سيستم في يوني برو يخليك تنجح، يعني تنجح تنجح. يعني مستحيل، يعني الانسان اللي يبذل المجهود ينجح ينجح، مستحيل ما تنجحش. يعني ابذل فقط المجهود، امشي بالسيستم اللي مدهولك النظام. شركة رائعة ضخمة في كل العالم، في 66 دولة عبر العالم، فريق ضخم، يعني مدربين مؤهلين عندهم اكثر من 10 سنوات في المجال. يعني يخليك تنجح تنجح الا انت ما حبيتش. يعني السيستم ذا تغير الان، يعني صار سهل العمل، سهل في شركة يونيسيتي وفريق الاحتراف. يعني باركوا لها القاعدة ولاء من هذا المنبر. يعني بدينا انا راني نتحدث على خط دعمي، يعني ما يلومونيش القادة الاخرين لاني نتحدث على خط الدعم. يعني نباركوا لكل الاشخاص من هذا المنبر على كلين، لانه مئات المانجر والكثير من السينيور مانجر والاكزيكتيف والدايركتور. يعني هذا الشهر كان خرافي خرافي، يعني بأتم المعنى الكلمة. أنا تحدثت على خط دعمي، يعني بديت بإسماعيل ثم بنفسي باركت لنفسي على الرتبة الثانية، الكابتن مولود على الرتبة الثالثة، القائدة سعاد على الدايركتر الرتبة الرابعة، والقائدة ولاء على الرتبة السابعة في المشروع، ومركو كذلك لقائدنا الرائع اللي هو عبادة جبريل. يعني اللي حصل على الروبي دايموند روبي، يعني رتبة خرافية، يعني خرافية. يعني اول يعني شخص يوصل في فريق الاحتراف يوني برو لهذه الرتبة.
نباركوا له من هذا المنصب، يعني باش تشوفوا شخص في عمره 27 سنة أو 28 سنة يحقق كل تلك الإنجازات في فترة قياسية، يعني حلم متحقق. هذا يورينا أنه الطريق أمامنا. يعني الأشخاص اللي يخبروني لما أنا نعرض عليه المشروع يقول لي وانت واش عملت في المشروع هذا، انا واش نجاوب؟ نقول له انا ممكن غير كما بديت، ممكن مازال ما حققتش النتائج، ولكن انا راني نزرع وعلى بالي باللي يجي اليوم ونحصد. علاه على بالي ومتيقن من هذا الشيء؟ لاني نشوف في الاشخاص اللي معانا في الفريق وفي الرتب الاعلى كيفاش كانوا. شكرا كابتن. كابتن هذا كله لانك كنت واقف معنا. شكرا انت والقائد السعودي عادي، يعني الحمد لله، والله الحمد لله. الإنسان طمع، يعني يطمع على كل، على عامل طمعنا في الرتبة الثالثة يعني، وانت حبيناك رتبة دايرة أكثر، ولكن معلش يعني الإنسان يسعى ويتعلم، يتعلم من أخطائه، يتعلم أنه لازم ينطلق بقوة. الشهر هذا وراح يبدأ غدا، نطلق بقوة إن شاء الله، نوضع خطة، نوضع هدف، كيفاش نسير على هذه الخطة والهدف، كيفاش نطبقوها وننطلق إن شاء الله. ونتخيل كما يقول الكابتن عبادة والأستاذ مالك شهوان، كذلك نحييهم من هنا الأستاذ مالك شهوان، ونقول له شكرا لأنك قلت نعم. الكابتن مالك شهوان نعم، لأنه قال نعم للمشروع. يعني لو هو ما قالش نعم للمشروع، ولو كان هو ما ضحاش، يعني هي القصة نتاعو ملهمة، يعني أنه شخص كان مديون بأكثر من 120 ألف دولار أو أكثر، أو 250 ألف دولار على ما أظن، ثم يزيد يبيع السيارة نتاعو حتى يروح لتايلاند ويروح للكويت ويسافر ويجيب التدريبات، لأنه كان واثق من هذا المشروع. والحمد لله ربي نعم عليه، فريق كبير يعني يعمل عليه، حتى لو أنه يغلق الهاتف لمدة سنة، يعني لما يرجع يلقى بالثروة نتاعو تضاعفت. هذا من نعم رب العالمين. على كل حال نشكره من هذا المنبر، وكذلك من قائدنا الرائع. شكرا كثيرا. كما خبرتكم، يعني الانسان يشوف الاشخاص اللي كانوا اللي راهم وصلوا الان، كما الاستاذ مالك شهوان او الكابتن عبادة اللي حصل على الروبي دايموند، او القائدة ولاء اللي دخلت في النادي الرئاسي كأول امرأة في فريق الاحتراف تدخل النادي الرئاسي، يعني انقاذ الرائعين اللي معانا قاعدة سعاد ومنال، ونحييهم كذلك قاعدة فاطمة توتة، قاعدة منال معاز من الجزائر كذلك، اللي هما قالوا نعم للمشروع في الجزائر. يعني لولا هما يعني ما كانش هذا الخير راح يوصل. وكذلك نشكروا كذلك الأشخاص اللي راهم يبدأوا في هذا البرنامج الصحي اللي هو في الجريد، يعني الأشخاص اللي راح تنطلق معنا في البرنامج الصحي راح تمشي خطوة خطوة إلى الحرية الصحية، يعني راح يساعد نفسه صحيا. وكذلك كاين أشخاص معنا بدأوا يستعملوا الفيلغريت في الصحة، والآن كذلك هما قال لك حنا علاه ما نكونوش من هذا الفريق الرائع، فريق الاحتراف يونيبرو، علاه ما نكونوا جزء من شركة يونيسيتي ونوصلوا كذلك الخير لكل الناس. فانطلقوا كذلك أشخاص كتر كانوا مجرد مستهلكين للبرنامج الصحي في الجريت ومنتجات يونيسيتي، الآن صاروا كموزعين. يعني علاه صاروا كموزعين؟ لأنهم صارت عندهم ثقة في المنتوج، شافوا المنتج كيفاش ساعدهم هما وعائلتهم، كيفاش غيرت حياتهم الصحية. فقالك علاه ما نوصلش الخير هذا الكامل للناس؟ لذلك هذه رسالة من هذا الفريق ومن شركة يونيسيتي. احنا نعملوا في هذه الشركة ليس من أجل أنه صح هي
لازمك تدخل مدخول باش تعيش وكذا، ولكن لما تشوف الفرحة على الناس والرسائل اللي راهي توصلنا من أشخاص اللي جربوا البرنامج الصحي وكيفاش يشكروا ويقول لك أنا كنت نعاني من السمنة، كان عندي تنمر والحمد لله في ظرف 3 أشهر أو 4 أشهر استعدت الصحة نتاعي، وليت نلبس اللباس اللي يليق بيا. أشخاص كانوا يعانون من القولون العصبي ما يناموش الليل، الحمد لله استشفوا. أشخاص كانوا يعانون من الغدة الدرقية، السكري، الضغط، يعني هذه خير كبير وصل للناس. يعني لماذا قال لك أنا شفت هذا الخير ما نوصلوش؟ فانطلقوا معنا كموزعين، والانطلاقة سهلة وبسيطة، يعني تنطلق أشخاص معنا قادة رائعين اللي كنت نتحدث عليهم، يدربوك، يوصلوك، يديوك بيدك للنجاح، فتربح على الجهتين، على الـ3 جهات ماشي جهتين فقط. مرحبا أخ إسماعيل، رجعت. الله غالب الإنترنت في الجزائر خويا إسماعيل، ما عندنا ما نديرو. تلقى روحك ما كانش. يعني وش راه ندير الآن؟ ما رانيش بالوي فاي، راني بنت على الهاتف، كنت بالوي فاي، الوي فاي انقطع ما فهمتش علاه، على الرغم من غير انا فقط نستعمل فيها. اضحك اضحك. تقدر تنضم لي يا اسماعيل، تقدر تنضم، مرحبا بك، تقدر تدخل معي في اللايف اذا كان حبيت، اذا ما كانش مديرونجي. يعني نبارك لك على الرتبه اللي وصلت ليها في هذا الشهر، الشهر هذا نحبوك رتب اخرى ان شاء الله باذن الله. الامتحانات علاه مازال ما كملتوش الامتحانات؟ مازلتوا في، على ما اظن انكم صاي. ها باش تدخل يا اسماعيل. يا اسماعيل اوكي تمام، رائع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك كابتن اسماعيل، اشتراك لاباس. اهلا بك وكل متابعينك، ان شاء الله رحب بنفسي كل من يشاهد على هذا اللايف ان شاء الله. مرحبا بك، مبارك من هذا المنبر، مبارك مبارك، يعني رتبة رائعة ان شاء الله، رتبة اخرى ان شاء الله. ان شاء الله عقبة الجميع سنة، وهي أكيد الاحتفال بالفوز هو احتفال كذلك بمساعدة الناس على أولا على على استيعاب. نعم، كي تشوف الأشخاص اللي جربوا واستعملوا البرنامج وشوفوا الصحة نتاعهم كيفاش ولات لهم، هذاك هي الفرحة الكبيرة. صح، هذيك هي الفرحة. نعم أكيد، يعني مبارك، يعني وإن شاء الله الشهر القادم بقوة. معايا حسين مولود راهو في اللايف راه يتفرج إن شاء الله. يعني راه حنا تمنينا له دايركتور هكذا، ولكن الله غالب ما كتبتش. لعل فيها خير إن شاء الله. إن شاء الله فيها خير، إن شاء الله فيها خير. حتى رتبة ثالثة ممتازة، يعني ماشي ماشي حاجة يعني سهلة. نعم. أنا اللي طمعت نطلع للتالتة ولكن ما كتبتش. من بالك كذلك القادة، قادة الرأيين تاعنا، قادة اللي قادة ولاء، طلعت الرتبة 7، رتبة رائعة يعني ما شاء الله. قادة سعاد كذلك دايركتر يعني ما شاء الله، والقائد الرائع وماذا يعني الروبي دايموند، يعني الأحلام يسمعها فقط ما ترقدش الليل. إن شاء الله يا ربي يكتبها لنا علينا أجمعين، والحلم هذا للجميع، يعني إنسان قادر يوصل، يعني بالاجتهاد والعمل تقدر توصل يعني إن شاء الله. إن شاء الله. ما راكم مع الامتحانات؟ ما زلتم مع الامتحانات؟ لو بالامتحانات الرسمية. صح، ربي يعينكم. لهذا الانترنت يكون مقطوع هذه الايام خاصة. انا باكل
كنت ولا تلقيته ما كانش يعني نعم سبحان الله يعني كانوا معنا اشخاص رائعين ولكن معليش ما عاودوش دخلوا نورمال عادي مشكل عام ماشي خاص، اسمه مشكل الجميع. ما عليه ما عليه عادي. المهم مبارك مبارك إن وما شاء الله تطولوش عليك، إن شاء الله. قبل ما تقعد وطلع في روحك شكرا وليلة سعيدة شكرا لك على الاستضافة، شكرا، بارك الله فيك، مرحبا مع بك السلامة. مرحبا بك شكرا. صح مع السلامة صح. هذا الكابتن إسماعيل الكابتن الرائع اللي معي في الفريق، طلع في الرتبة هذه الشهر هذا رتبة المانجر، وأنا طلعت في الرتبة الثانية رتبة سينيور مانجر، والكابتن مولود طلع في الرتبة الثالثة الإكزيكتيف مانجر، والقاعدة سواء طلعت الرتبة الرابعة الدايركتور، وقاعدة ولا طلعت الرتبة السابعة الرئاسي، وقعدنا الرائع عبادة جبريل طلع الدايموند الروبي. يعني كل هذه يعني شيء خرافي حدث هذا الشهر، وكذلك الشيء الرائع والممتاز اللي نحتفل به هو بلوغ المليون وجبة في البايوز لايف. كنا حاطينه كهدف، عملنا له هاشتاغ، والحمد لله بالعمل والاجتهاد وصلنا الخير لأكثر من مليون شخص. هذا ماشي شيء سهل أنك توصل الخير لمليون شخص بهذا الفريق فقط يوني برو، ولكن هذا ما يثبت أن هذا الفريق محترف بأتم معنى الكلمة. يعني راه يعمل بجهد ويوصل الخير ويخلي الناس تعيش الحياة اللي كانت تتمنى تعيشها. يعني الناس اللي راهي محرومة من الصحة بفضل هذا البرنامج الصحي في الجريد حاصل على براءة اختراع والمدرج في أكبر المراجع الطبية في العالم اللي هو البي دي آر، مرجع الأطباء الأمريكي. يعني لا يوجد أي منتج يدخل على هذا التصنيف إلا إذا مر من 7 إلى 10 سنوات تجارب سريرية، يعني ما يكونش عنده آثار جانبية، ويعالج يعني معضلة صحية كبيرة. وفي الحالة نتاع احنا دائما نسميوه منتج التنحيف، ولكن لا، هو ليس منتج تنحيف فقط، ولكن هو منتج متكامل خرافي عبارة عن معجزة طبية. يعالج أمراض العصر، يبدأ من السمنة ويروح للسكري والضغط والقولون العصبي والغدة الدرقية، يعالج كذلك النقرس، يعالج كذلك الاكتئاب، يعالج الجهاز الهضمي، حتى البشرة. يعني يرجعك يعني 20 سنة للوراء الأشخاص اللي يستعملوه، وأشياء كثيرة كثيرة جدا. يعني هذا منتج خرافي بسيط، منتجين صيام متقطع يعني بكل بساطة. كذلك هو محمي من المنظمة الدولية لبراءة الاختراع، يعني ليس أي منتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أي منتج يدخل على بي دي آر فهما تقدر بالوصفة تروح عند الطبيب قادر تقول له عندي سكري يوصف لك الفيلجريد، عندي غدة دلك يعطيك الفيلجريد عادي جدا، لأنه هذا تصنيف قوي والأطباء يعرفوه، يعرفوا البي دي آر. اسأل أي طبيب على البي دي آر يعرف ما هو المرجع الأطباء الأمريكي. كذلك متوفر في أكثر من 66 دولة عبر العالم. شركة يونيسيتي عندها أكثر من 120 سنة في المجال، ليست تاع البارح، يعني شركة 120 سنة. يعني لما كانت الشركات في كورونا، ما نهضروش على كورونا، في 1929 لما صارت الأزمة الاقتصادية الكبرى، شركات ضخمة فلست، هي كانت تتطور، كانت زادت في المدخول نتاعها. نزيدنا جينا للأزمة نتاع كورونا، ضعفت 3 مرات. عندها لوجيستي ضخم، هي اللي تعمل المنتجات في المخابر نتاعها، هي تزرع وتعمل المنتوج في المخابر وتنتجه في المصانع، وهي اللي توصل المنتج في أكثر من 66 دولة عبر العالم. يعني خرافية. يعني العمل معها سهل، تقدر تنضم تكون إما لك عندك مشكل صحي تنطلق معنا في البرنامج الصحي اللي هو الفيلغريد. شراء سهل وبسيط، أي شخص يتواصل معي فقط. بما أني وكيل شركة نسيتي، نقدر نوفره لك ب 20% كخصم، يعني تقدر تديه ب 20% خصم. الشراء سهل وبسيط، ممكن تدخل على البايو تطلبه بكل بساطة، طلبوا من البايو هنايا في الانستغرام، موجود عندي واضع رابط الـ
الامارات واوروبا وكندا وامريكا، وكاين رابط الخليج اللي هي قطر، قطر سلطنة عمان وقطر والكويت والسعودية والبحرين. وعليكم السلام أختي نوال، مرحبا بك، شرفتينا في البث المباشر. كذلك وضع رابط المغرب، كذلك تقدر تشتري مباشرة. والأشخاص اللي ساكنين مثلا مقيمين في الجزائر، مصر، الأردن، العراق، وفلسطين، هادو كلهم تواصلوا معي فقط، لأنه إجراءات الشراء مازالت شوية متوخرة، ما عندكمش الروابط. عادي المنتج يوصلك حتى الباب بيتك، لأنه شركة ضخمة عندها اللوجستي. وكذلك العمل مع شركة كموزع سهل، سهل وبسيط كذلك، يعني تقدر أنت أو أنت من المنزل تقدري تبدأي العمل معنا كموزع، يعني تعملي في شركة يونيسيتي وتحصلي على عمولة عادي من المنزل. أي شخص ممكن ينضم ويبدأ معنا العمل، يبدأ معنا تدريبات ويوصل للنجاحات اللي وصلها الكابتن عبادة وقائد ولاء مالك شهوان، الشخص اللي أمامكم كذلك، كان معي الكابتن إسماعيل، الكابتن مولود، وأشخاص كثر. أنا تحدثت على خط الدعم، ولكن الفارق كبير، في أكثر من 25 دولة عبر العالم، أو أكثر من 25 دولة لو نحسبوا الاتحاد الأوروبي، فيه أغلب البلدان المتواجدة الفارق، المغرب، الجزائر، مصر، الأردن، عندنا في فلسطين والعراق، عندنا في الإمارات، الخليج كامل، عندنا أمريكا، كندا، أستراليا، يعني كل هذه الدول موجود فيها الفريق ويعمل، يعني والحمد لله يوصلوا في الخير هذا لكل الناس. يعني أي شخص أو أي شخص يبحث عن هذه الفرصة يقدر يتواصل معي، لأنه عندنا ورشة تدريبية مجانية لكيفية البدء مع شركة يونيسيتي. يعني احنا ما نهضروش على يونيسيتي، ولكن على كيفية الحصول على المال من السوشيال ميديا، يعني يقدمها خيرة المدربين في فريق الاحتراف. تقدر تتواصل معي لما تكون هذه الفعالية المجانية الأسبوع هذا، تنضم معنا وتشوف الورشة كيفاش الأشخاص قدروا من السوشيال ميديا بكل بساطة إنهم يدخلوا الأموال. الأشخاص يحصلوا حتى على 5000 10000 دولار شهريا، شهريا قاعدة ولا، يعني تحصل على أكثر من 15000 دولار حاليا أو أكثر شهريا. كابتن عبادة ما تحكيش، يعني خرافي. يعني شوف، في ظرف شهرين ثلاثة تتعلم المهارات، ثم تبدأ تدخل في المدخول، طبق فقط، كلش جاهز، كلش واجد. يعني الأخطاء اللي ارتكبوهم القادة يعني ما راحش توقع فيهم، بيئة إيجابية، بيئة رائعة. يعني أي شخص حابب ينضم ويكون كوكيل كموزع، تواصل معي فقط على رسائل الصفحة على الإنستغرام كمال بوغرة، أنا موجود، نرد على كل جميع الرسائل. أي شخص حابب يطلب البرنامج الصحي كذلك، يتواصل معي على رسائل الصفحة، أو يدخل على البايو فقط ويطلبها مع كود خصم 20%. يعني كان هذا كل شيء لهذا اليوم. يعني نرحب بكل الأشخاص اللي كانوا معي، ونعتذر على الانقطاع اليسرى، لأني بديت اللايف ثم انقطع ثم كملت الجزء الثاني. يعني كان هذا اللايف بخصوص الاحتفال بتحقيق هدف مليون وجبة بايوز لايف عبر العالم من فريق الاحتراف، وكذلك احتفلنا بالأشخاص اللي حققوا الرتب في هذا الشهر. يعني الحمد لله أشخاص كثر حققوا معنا الرتب وطلعوا في الرتبة، نبارك لهم من هذا المنبر، وكذلك نبارك الأشخاص اللي بدأوا معنا البرنامج الصحي. كما خبرتكم مليون الشهر هذا، وصلنا لمليون وجبة بايوز لايف، مليون في الجريد، الحمد لله على هذه النعمة. يعني أشخاص تقبلوا البرنامج، وكاين أشخاص راهم طلبوا الآن، راهم يطلبوا بالثلاث باكيجات مباشرة. على ثلاث باكيجات، لأنه شركة تنصح به من 60 ل 90 يوم،
فهو ما يروحش عليه الفرصة أنه يتعطل، فيطلب المنتج يا يعني إما شهرين يعني باكيجين، يا يعني إما 3 أشهر مباشرة. أنا عندي أشخاص الآن هم يطلبوا بالثلاثة مباشرة. الله يقول لك أنا بالثلاثة لأني ما بقاش كل شهر نطلب، ممكن ما يكونش البرنامج صحيح كما صارت لنا في الجزائر. الجزائر الآن المنتج غير متوفر لكثرة الطلب، يعني طالب كبير عليه، فكمل لنا البرنامج. أشخاص اللي بداوا البرنامج ممكن يتعطلوا، يتعطلوا لأنه إحنا دائما نقولوا لازم ما يكونش انقطاع من 60 ل 90 يوم. فننصح، أنا من هذا المنبر ننصح أي شخص حاب يبدأ في الجريد، على الأقل إحنا ننصحه به 3 أشهر، أطلب 3 باكيجات، ما قدرتش أطلب على الأقل 2، على الأقل 2، لما تشوف روحك قدرت توفر التالت زد أطلب التالت. أنا كاين أشخاص طلبوه لنفسهم ثم ولاو يطلبوا فيه لعائلتهم، يعني شافوا الشيء عليهم، يعني شافوا كيفاش تغيرت حياتهم الصحية، كيفاش الجسم تعدل، كيفاش. والحمد لله على كل حال، والأرقام تثبت مليون وجبة بيضاء الحمد لله. وكذلك الأشخاص بفضل الله وبفضل القضاء وحق رتب كبيرة، من ضمنهم أنا الحمد لله حققت الرتبة سينيور مانجر، يعني الحمد لله على كل حال. كان تارجت أعلى، ولكن معلش كاين شهور جاي، الشهر هذا إن شاء الله نزيد نطلع في الرتب. يعني من هذا المنبر يعني نشكر كل الأشخاص اللي حضروا معي اللايف، ونبارك لكل القضاء من جديد. يعني شكرا جزيلا لكم على هذا. يعني أي شخص ما حضرش معي اللايف بيقدر يدخل على تسجيل، يعني راح نخليه مسجل. يعني شكرا لكم كثيرا، ودمتم في صحة وعافية. كان معكم كامل البغاضة. سلام.